السلام عليكم. كندير هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي كيسولوا شنو هما الشروط باش ندير فيزا، يعني شنو خاصني باش ندير فيزا. بالنسبه لينا حنا كوكاله ديال افريكيا جيستيون، كنديروا الفيزا بالنسبه للموظفين العموميين، كنديروا دوسي ديال الفيزا بالنسبه للموظف عمومي خدم عند الدوله ولا مستخدم في شركه يكون الصالير ديالو طالع، على الاقل يكون عنده واحد 4000 درهم ومسجل في لاسينيسيس لمده 26 يوم، ولا شي واحد تاجر عنده الروجيستر كوميرس، ولا شي واحد عنده شهاده المهنه. هاد الشهاده ديال المهنه كتسلم من الغرفه، اما الفلاحيه ولا التجاريه ولا الصناعيه. هاد الشيء كامل كيدير واحد الرواج ديال 3 شهور بالنسبه للناس اللي عندهم شهاده المهنه ولا الناس اللي عندهم السجل التجاري. والسجل التجاري خصو يكون قديم شويه، على الاقل يكون فيه 6 شهور عام، كاين اللي كاع كيطلب سنتين في الاقدميه ديال السجل التجاري. اما الا ما عندك حتى شي وثيقه فما عندكش الحق انك تمشي تدير زياره سياحيه لشي دوله من الدول الاوروبيه ولا لشي دوله اللي كتطلب الفيزا بالنسبه للمغاربه. كاين واحد الحل بالنسبه للناس اللي كبار، مثلا كاين اب وام عندهم ابناء ديالهم في الخارج، خاصه مثلا في المانيا ولا في هولندا ولا في بلجيكا، كيديروا لهم انفيتاسيون ولا هما كيضمنوهم من الخارج، كيكونوا هاد الاب والام كبار في السن. فهاد الناس هادو ما كيحتاجوش انهم يكونوا خدامين ولا خصهم الاوراق ديال الخدمه، فقط يكفي انهم كيديروا واحد شويه ديال الفلوس في البنكه، واحد جوج ديال المليون ولا مليون ونص ولا 3 مليون على حساب القدره ديال هاد الناس هادو اللي كيطلبوا الفيزا، وكيجيبوا دوك الاوراق ديال الضمانيه من الخارج. صافي حنا كنعمروا لهم الدوسيه وكيتدفع للقنصليه، وفي غالب الاحيان كيعطيو لهم الفيزا. ولكن الا كان شي واحد صغير في العمر ففي الغالب ما كيعطولوش الفيزا. بالنسبه للطلبه، الطلبه ولا التلاميذ، فكيدفعوا ديك الشهاده المدرسيه ولا كيدفعوا شهاده متابعه الدراسه بالنسبه للناس اللي كيقراوا في الجامعات، بالاضافه لواحد الحاجه سميتها بريزون شارج. يعني الاب ديالك والام ديالك كيديروا لك واحد بريزون شارج، واخا انت ما خدامش غير كتقرا، كيكونوا خدامين هما اللي خصهم توفر فيهم دوك الشروط اللي نورمالمون خصها توفر فيك انت اللي كطلب الفيزا. ملي كتكون طالب ولا تلميذ خص دوك الشروط تكون في الاب ولا الام ديالك ولا في عمك ولا في خالك. هاد اللي غيديروا البريزون شارج خصهم يكونوا قراب ليك، اب ام عم خال اخ اخت، خص يكونوا قراب ليك بزاف، ومن الافضل يكونوا عندهم نفس الاسم العائلي ديالك. كيديروا لك بريزون شارج. هاد بريزون شارج حنا كنكتبوا لك واحد النموذج كتمشي تقاليزيه في المقاطعه، كيقاليزيه الاب ديالك ولا الام ديالك هو اللي غيتكلف بيك، وكيدفع الاوراق ديال الخدمه ديالو. اذا كان موظف عمومي كيعطيك شهاده العمل، شهاده الاجره وما الى غير ذلك من الوثائق. اذا كان مستخدم في الشركه نفس الشيء، اذا كان روتريتي نفس الشيء، حتى لي روتريتي بالنسبه للمتقاعدين من حقهم يدفعوا الفيزا اذا كان الصالير ديالهم طلع شويه بطبيعه الحال. هذا الشيء ما كان، هذا الفيديو هذا درته باش نجاوب على هذا السؤال اللي بزاف ديال الناس سولوني عليه، وبالتالي اي واحد غيصيفط لي في الواتساب غادي يصيفط له الرابط ديال هذا الفيديو هذا باش يشوف المعطيات المرتبطه بما هي الشروط المتطلبه للحصول على فيزا سياحيه ولا تاشيره سياحيه. نتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.